تقع حديقة خليفة الكبرى في الرفاع الشرقي على مساحة إجمالية 78 ألف متر مربع. تعتبر الحديقة مشروعاً وطنياً ترفيهياً متكاملاً صمم ليتناسب مع احتياجات كافة الفئات العمرية. تلف الحديقة جنة خضراء من الشجيرات الصغيرة والمساحات العشبية والنخيل، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 26 ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة المخصصة للعب الأطفال 3000 متر مربع. كما خصصت مساحات للعب في 13 موقعا جغرافيا بالحديقة. رعي في تصميم هذه المساحات شروط عالية السلامة كالأرضيات المطاطية التي تقي من مخاطر الإصابات. وتضم الحديقة ملاعب لمختلف الرياضات بأفضل المواصفات والمعايير، فضلا عن ممشى مميز يمتد على مسافة كيلومتر واحد. كما تحتوي الحديقة عدة مرافق، منها مواقف السيارات، مظلات للجلوس في أماكن مختلفة، مسطحات خضراء، ساحة عشبية تتوسطها تلة مرتفعة مزروعة بالنجيل الطبيعي. وفي مبادرة نوعية لافتة أولت حديقة خليفة الكبرى اهتماما بالغا لذوي الهمم من خلال توفير مجموعة من الأجهزة الرياضية التي تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة وتلبي متطلباتهم الترفيهية في الحدائق والمرافق العامة، وأسوة بأقرانهم من أفراد المجتمع.